مرحبا بكم أصدقائي. وتتمة على الفيديوهات السابقة، غناخدو دابا واحد البوطخ لي لا هوتور ديالها 70 سنتيمتر ولا لارجور ديالها 30 سنتيمتر بي، وعندنا الدي من راس ديال لابوطخ تا لي زارماتور طوندو 65 سنتيمتر، ولونغوباج عندنا 5 سنتيمتر، وعندنا لابورتي ديال لابوطخ هي 6 متر. غناخدو هنا لا شارج بيرمانونت اللي كتساوي 2.1 طن على متر لينيير، ولكن هنا ما داخلاش لو بوا بروبر ديال لا بودر، خاصنا نزيدوها في الكالكول. وعندنا هنا كي هي لا شارج ديكسبلواتاسيون، خدنا 1.5 طن على المتر لينيير، وعندنا اف او ليميت إلاستيك داسيي 500 ميجا باسكال، وعندنا FC28 25 ميجا باسكال. إذن هنا خاصنا نحضيو، خاصنا أول حاجة ما نساوش لو بوا بروبر ديال لابوطخ، خاصنا ندخلوها في الكالكول. وأول حاجة خاصنا نكالكولوها هو خاصنا نلقاو لو مومون، خاصنا نحسبو لو مومون. دونك اذا كنعرفوا ان عندنا لا بوطر اش ديالها كتساوي 70 و بي ديالها كتساوي 30 سنتيمتر. دونك اول حاجه خصنا نكالكولي هو لو مومون. اذا لو مومون بما ان لا بورتي ديال لا بوطر كتساوي 6 متر، دونك لا بورتي غنعتبروا اون بوطر ايزوستاتيك، دونك لو مومون ماكسيمال كيساوي لو بوا لكن على لا شارج ريبارتي فوا لا لونغور كاري سور 8. دونك هاد بي يو لا شارج ريبارتي لي على لا بوطخ، بما ان حنا كنكالكوليو دون ال يو، دونك لو بي يو كيساوي 1.35 فوا جي بلس 1.5 fois q. Et on a calculé l'état limite ultime. Idem, bima on a calculé la charge répartie à la poutre, on a calculé le poids propre de la poutre. Donc, on a calculé le poids propre de la poutre. Je vais retourner les calculs. Donc, le PU, qui est 1.35, le 1.35, هو الجي اللي تعطاتنا في التمرين بلس لو بوا بروبر ديال لا بودر. لو بوا بروبر ديال لا بودر هو اش هي 0.7 فوا بي لا لارجور ديال لا بودر هي 0.3 فوا لا دونسيتي دو بيتون هي 2.5 كتكون طون سور متر سور متر كوب، طون سور متر كوب 2.5. هادي كلها كتساوي جي، فالبوا بوا بروبر ديال لا بودر بلس جي ديالنا بلس غنديرو 1.5 فوا لا شارج ديكسبلواتاسيون لي عندنا 1.5. دونك كنديرو مجموع ديال كلشي، ان بي يو كتساوي عندنا 5.79 طون سور متر لينيير. ضروري منغلطوش في طون سور متر لينيير. دونك ملي كنخرجوا هاد الشارج بارتي بي ديالنا كنضربوها في لا لونغور ديال لا بورتي ديال لا بوطر، هي كتساوي عندنا 6 متر. دونك ال عندنا كتساوي 6 متر. دونك باش نكالكولو لو مومون ام يو، دونك كيساوي عندنا لو بي بي يو فوا ال كاري سور 8. حنا بي يو راه حسبناها خرجت لنا 5.79 فوا لا لونغور اللي عندنا ديال هي 6 متر، درنا في 6 متر كاري سور 8. خصنا ضروري ما نغلطوش في الوحدات ديال الكالكول هنا. دونك غيخرج لنا الريزلتا 26.05 طن فوا لو متر. طن فوا لو متر خصنا نحولوها
ميغا نيوتن. باش نحولها لميغا نيوتن كما قلنا خاصنا نديكالو هنا جوج اصفار، دونك الميغا نيوتن غتساوي عندنا 0.2605 كديكالو بجوج اصفار هنا غتخرج لك بالطون غتحولها لميغا نيوتن. هذا هو الريزلت اللي غيخرج لينا. دونك من كالكولينا لو مومون خاصنا ضروري ما نساوش نكالكوليو مي دابا. دونك مي كما كشنا في لي غولاسيون اللي كانوا قبل ان لو مي كالكوليوها هو لو مومون. هنا لو مومون سور بي فوا دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون، لا كونترانت دو بيتون. دونك باش نكالكوليو هاد لا كونترانت دو بيتون نسبقوها هي الاول. لا كونترانت دو بيتون كما شفنا قبل هو كتساوي 0.85 فوا اف سي 28 سور غاما ديال البيتون ديال الكوفيسيون دو سيكوريتي. دونك 0.85 غنضربوها في 25 ميجا باسكال قسمة الكوفيسيون ديال البيتون اللي قلنا كيساوي 1.5 1.5. من غنكالكوليوها غتخرج لينا 14.16. دونك غنكالكوليو المي ديالنا. دونك لو مومون اللي حسبناه لقيناه هو 0.2605 لو مومون ميغا نيوتون فوا لو متر على 0.3 بي هنا ديال لابوطخ فوا دي هاهم هنا 0.65 كاري فوا لا كونترانت دو بيتون. غنكالكولي كلشي غنقاو ميو ديالنا كتساوي 0.145. دونك غنقارنو مي مع مي اغ كما شفنا في الشيء السابق. كنقارنو مي مع مي اغ بما ان عندنا مي صغر او تساوي مي اغ عندنا مي اغ كبر من مي، بحيث ان مي اغ وريناكم كيفاش كنحسبوها ديريكت كاع ديريكت بما ان حنا خدامين 500 ميجا باسكال. دونك مي اغ ديالها ديريكت كتساوي 0.372. دونك راه كبر من مي، كبر من مي. من بعد ملي كنكالكولو هاد كنقارنو كنلقاو مي اغ كبر من مي، دونك حنا راه في بيفو ا. دونك راه غنحسبو بشكل عادي داكشي لي شلنا قبل، غنحسبو هاد لاكونترانت، نحسبو هاد لاكونترانت ديال لاسي. دونك اف او اف او عندنا 500 وعلى لا كويفيسيون دو سيكوريتي ديال سي هو 1.15. دونك 500 على 1.15 كتساوي عندنا 434.782 ميجا باسكال. دونك من بعد ما كالكولينا مي، دونك غنمشيو نحسبو الفا. الفا كما قلنا كتساوي 1.25 عامل واحد موان لو غاسين ديال واحد موان دو مي. مي راه حسبناها قبل. دونك الفا راه كتساوي عندنا 1.25 عامل لواحد موان لو غاسين ديال واحد موان دو فوا مي. مي راه كنعرفوها كتساوي 0.145 حسبناها قبل. دونك الفا خرجت لينا 0.196 دونك من بعد غنحسبو من حسبنا الفا غنحسبو زد. دونك زد كتساوي عندنا دي عامل لواحد موان 0.4 فوا الفا. دونك دي راه كتساوي عندنا 0.65 عامل لواحد موان 0.4 و الفا خرجت لنا 0.196. غنحسبو كلشي غنلقاو زد كتساوي عندنا 0.599 متر. دونك غنستنتجو هنا غنكالكولو لي زارماتور ديالنا، لي زارماتور طوندو
حتحني لقينا ان المي ار انفيريور ا مي دونك راه ما عندناش لي زارماتور كومبريمي عندنا طوندي اللي كيكونوا في التحت دونك حني لي زارماتور طوندي كيساوي عندنا لو مومون خصنا نحسبوا ا ديالنا انه ا كتساوي لو مومون مي يو اللي لقينا قبل سور زد فوا لا كونترانت داسيي دونك لو مومون اللي لقينا حسبناه هو 0.2605 على زد اللي لقيناها 0.599 فوا لا كونترانت داسيي هي 434.782 خرج لينا كلشي 10 في 10 اس ناقص 4 متر كاري خاصنا نحولوها لسنتيمتر كاري كما قلنا باش نستعملوا الطابلو ديالنا دونك خاصنا نضربوا في 10 اس 4 غنلقاو 10 سنتيمتر كاري دونك ا كتساوي 10 سنتيمتر كاري نوريكم من بعد كيفاش غنلقاوها في الجدول دونك لقينا ا كتساوي عندنا 10 سنتيمتر كاري دونك هما لي زارماتور اللي كيكونوا لتحت هما لي زارماتور طوندو دونك 10 سنتيمتر كاري غنمشيو نقلبو في الطابلو هنا شكون يقرا يمكن نلقاو لو 20 غناخدو 2 ديال لو 20 اللي كيساوي عندنا 6.28 وغنزيدو عليها واحدة ديال 25 ناقص اش ا ديال 25 هي 4.91 دونك الا جمعناهم غنلقاو تقريبا غنلقاو الا جمعنا 6.28 زائد 4.91 غنلقاو تقريبا 11 دونك راه فايته هاد دونك اون سيكوريزي دونك راه غناخدو جوج ديال اش ا ديال 20 وحده ديال اش ا ديال 25 دونك غنديرو جوج ديال 20 وحده ديال 25 والفوق راه غيبقى دي زارماتور دو مونتاج اما دير ديال اما دير ديال 8 ولا 6 ولا 8 هاد اللي تحت هما اللي عندنا خصنا كالكول هو طوندي ميرسي دو فوتر اتونسيون شكرا اصدقائي على المشاهده اضغطوا على جرس حتى ياتيكم كل جديد